تبارك وتعالى أشهد كل الخليقة على وحدانيته قبل أن يخلق الناس بآلاف السنين. فالناس كلهم يعرفون الله، والناس كلهم يعرفون الجنة عرفها له، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إيه هم بيفكروا ازاي وبيتكلموا ازاي؟ بل واحد منهم يجي ما تعرفش يقرأ جملة ويجي يناقشني أنا في حس، أنا تواضعا مني استجبت لدعوتك أن أناقش، لأن أنا كأستاذ لا يصح أن يناقشني إلا أستاذ. هو إيهاب ما بيعرفش يقرأ جملة ويعرفش يقرأ الآية، يناقشني في التالي هو هيديني دكتوراه. أنا اتناقشت في الدكتوراه من زمان، أنا عضو لجنة علمية لإعطاء درجة أستاذ، فأنا بناقشهم بس يحترموا الفكر شوية على الأقل. لما نكون في حديث ما ننقلش للتاني، عن النبي لما نتكلم جملة نقراها كويس وبصحة، لما نقرا آية نقراها صح، عشان بس على الأقل أنا ما أتعبش يعني. طبعا. لأن أنا لما بيقرأ قدامي آية غلط أنا بتعب، بيقرأ قدامي جملة غلط بتعب. إيه ده؟ دول هم اللي هيعرفوا الدين. وبعدين بيقول لي إرهاب، إرهاب إيه؟ إحنا اللي جبنا الإرهاب؟ مش احنا اللي جبنا الإرهاب، احنا اللي جبنا العبادة، وبنقول للناس سبحوا كتير، صلوا كتير، صوموا كتير، هذا منهاجنا. ولم نقل لأحد أبدا اذهب فاقتل، ولا اذهب كذا، ولا في حد مطلقا في الصالحين بيقتل أبدا. بالعكس، أمة الإسلام أطيب الأمم ولم تقتل، وعلى مر التاريخ هي أطيب الأمم. من الذي يقتل في هذه الأونة؟ الحرب العالمية احنا اللي خضناها، احنا اللي قتلنا فيها، الحروب الحديثة كلها احنا اللي بنقتل فيها، القنابل احنا اللي صنعناها، احنا اللي ضربناها، نحن الذين نقتل، نحن الذين نضرب. فلا يصح مطلقا على انسان متنطع يعتمد على الدعوة التي جاءت من عالم الكفر الينا لتتهم ديننا بالارهاب ولتتهم امتنا بالارهاب، يتحلى بهذا ثم ياتي ليقول انتم ارهابين. اي ارهاب فينا؟ يا ريت كان فينا ارهاب، كنا عرفنا على الاقل، دافعنا عن انفسنا. بلادنا يا استاذ احتلت، ومرافقنا يا استاذ استعبدت، واشخاصنا اهينوا، ثم يقولون ارهاب. ارهاب ايه؟ الله، هو يعني بيعتمد على ده عشان يخوفني او عشان ما اعرفش اتكلم؟ لا، انا اقولها بصدق، سنه رسول الله لا اعتراض عليها، والحديث قد خدم من كل ناحيه، ولم يترك العلماء ناحيه يحتاج الحديث ان يخدم منها، وانما كتاب الله وسنتي. قامت الامه بخدمه كتاب الله وبخدمه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بيتكلم كويس ويتكلم كويس، ربنا هيقبله. طيب، فضيلة الدكتورة عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، استمعنا إلى هذه المرافعة الرائعة دفاعا عن الإسلام وكلنا معك فيها.